أعلنت وزارة الزراعة عن حصاد 99% من المساحات المنزرعة بالرز خلال الموسم الحالي، ده كمان بجانب استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين بأهمية هذه المنظومة والفوائد الاقتصادية واللي بتعود على المزارع من تجميع قش الرز. خلونا نعرف تفاصيل أكتر، معانا عبر الهاتف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. يعني في البداية حابين حضرتك توضح لينا حجم ما تم حصاده حتى الآن من محصول الرز بالمحافظات. يعني الأول اسمح لي طبعا أشكر حضرتك، والحقيقة في جهود كبيرة في مجال الأرز، خصوصا ده محصول من المحاصيل اللي بتكون مستهلكة المياه بشكل أو بآخر، وإحنا بنحاول إن إحنا نقنن من زراعته بالشكل اللي يؤدي إلى تلبية احتياجات المواطنين، وفي نفس الوقت بيعظم من توفير المياه أو نساعد إن إحنا نقدر نستخدم المياه بأفضل كفاءة ممكنة. والحقيقة كان في اهتمام كبير بان احنا نستنبط اصناف جديدة من الارز بيكون لها القدرة الانتاجية الاعلى، وتقدر برضو تقاوم بعض الظروف زي المياه مصادر اخرى من المياه، او بتقدر تتحمل درجات مختلفة من الجفاف او عدم وجود المياه، وبالتالي بتقدر تساعدنا في مزيد من الانتاج. الحقيقة كان تم جمع وحصاد حوالي 3 مليون طن او اكثر من 3 مليون طن من قش الارز، ودوما تم استخدامهم في العديد من الانشطه والمشروعات اللي تعتبر صناعه تحويليه علشان نرفع من القيمه المضافه اللي بتبقى موجوده على محصول الارز، ان احنا كمان المخلفات بتاعته او المتبقيات بتاعته بنقدر نستخدمها في انشطه اقتصاديه تدر دخل على الساده المزارعين. طب ده عظيم جدا. احنا هنتكلم طبعا عن موضوع استخدام قش الرز، لكن عايزين نعرف ايه هي المحافظات اللي زرعت رز السنه دي. احنا عارفين ان احنا عندنا خريطه بالوزاره محدداها مجموعه من المحافظات تزرع ومجموعه من المحافظات ما ينفعش تزرع، ده طبعا عشان نقلل استهلاك المياه، وفي نفس الوقت بيكون عندنا كميه رز المطلوبه او اللي احنا بنستهلكها في السنه. طبعا يعني احنا بيكون عندنا الحقيقه عمليه تنظيميه بالتنسيق بين وزاره الزراعه ووزاره الموارد المائيه والري، وهذه اللجنه او هذه العمليه التنظيميه بينتج عنها ان تحديد الاماكن اللي هيتم زراعتها بالارز. طبعا بيبقى في مراعاه ان معظم المناطق اللي بتزرع الارز بتكون في مناطق الوجه البحري، خصوصا دي المناطق اللي بتعرض او بتتعرض لشكل من اشكال تملح التربه، فبيعتبر بالنسبه لها زراعه الارز هي غسيل للتربه علشان نحافظ على الكفاءه الانتاجيه عظيم للارض واستدامه العمليه الانتاجيه. فعشان كده دايما بنكون المناطق اللي بتزرع الارز من الحاليه زي كفر الشيخ زي الدقهليه زي البحيره، بعض المحافظات اللي بتكون موجوده مواجهه للبحر المتوسط علشان نقدر نعظم من انتاجنا، فبالتالي معظم الشغل او معظم العمليات التحويليه بتكون في هذه المناطق. طيب احنا بنتكلم عن 1,600,000 طن قش، ايه وجه الاستفاده بقى من يعني الاستخدامات او كميات القش الكبيره قوي دي، وازاي او ايه هي طرق تحويله من الحرق، لان احنا كنا دايما بنسمع ان حرق القش ده يعني كارثه على البيئه، فايه النهارده تحويله من اضرار الحرق لثروه، حولنا ده ازاي؟ يعني طبعا احنا دلوقتي بنتكلم على معاملات ما بعد الحصاد، احنا كنا بنهتم دايما بالمحصول نفسه، انما المتبقيات اللي بتنتج من المحصول كان بيتم عدم مراعاتها، وده كان بيمثل عبء. كنا بنشوف موجات تلوث حتى للهواء اللي كنا بنقول عليها السحابه السوداء، دي كان بتيجي تملى سماء القاهرة وكان بتعمل يعني شوية تحديات بيئية بتواجهنا. احنا النهاردة كنا بنشتغل او بقالنا فترة الحقيقة في تعاون وتنسيق مستمر مع وزارة البيئة علشان نقدر نستفيد من هذه المتبقيات وندخلها في صناعات تحويلية، وبالتالي تبقى قيمة مضافة للفلاح او المزارع انها فلوس، يعني لو حرق فهو بيحرق فلوسه، فده بالتالي بيشجعه وبيساعده ان هو يقدر يستفيد من هذه المتبقيات. طبعا احنا عندنا 1,660,000 طن من القش تم كبسه، في عندنا كميات تم فرمها بنتكلم في حوالي 800,000 طن، في كميات تم دخولها في صناعات تحويليه وانتجنا حوالي 30,000 طن. زي ايه الصناعات التحويليه دي يا فندم؟ زي السماد العضوي، ان انا استخدم القش كانتاج سماد عضوي اقدر استفيد بيه للتربه نفسها ثاني مره اخرى. في 30,000 طن تم انتاجهم من هذا الامر. فالحقيقه في مجالات متعدده بدات تدخل فيها القش او بدا يدخل فيها القش، وبالتالي سعره كمان بالنسبه للفلاح بقى له عائد ومردود اقتصادي، فما عادش بيحرقه بقى بيضطر او بيحتاج ان هو يبيعه، بالنسبه له قيمه اقتصاديه كبيره، وكل ده في النهايه بينعكس بشكل ايجابي على تحسين دخل الفلاح، بينعكس بشكل ايجابي على
ان نعظم من القدره الانتاجيه او العائد الاقتصادي لوحده الارض ولوحده الميه، وبالتالي ده في النهايه بيمثل قيمه مضافه للمزارع المصري ومزيد من التنميه لحياه سكان المناطق الريفيه. طيب دكتور محمد، هل كل المزارعين دلوقتي بقوا على علم بانه قش الرز بيتباع وان هم هيكسبوا من وراه بدل ما يحرقوه، وبقوا فاهمين كويس جدا ان حرقه في الارض لا يعتبر نهائيا سماد للارض؟ هل كل المزارعين بقوا فاهمين ده؟ طبعا الحقيقه احنا بنعمل ورش عمل بشكل مستمر، وفي دايما لقاءات وندوات وحملات ارشاديه بنقوم بيها من خلال القطاعات والجهات المعنيه في الوزاره. هذه الحملات الارشاديه بهدفها توعيه الفلاح ونقل المعلومه كامله له. كمان احنا عندنا مجموعه من الحملات اللي احنا بنطلقها بشكل الكتروني زي حمله ازرع صح مثلا، اللي بيبقى هدفها ان احنا ننقل المعلومه للمزارع والفلاح المصري، وبالتالي هو كمان يبقى عنده القدره على المعرفه. الحقيقه كمان الاهم من ده هو التجربه، يعني احنا عندنا الفلاح المصري دايما بيحب يشوف التجربه بعينين، فلما يلاقي واحد زميله باع القش وجاب له فلوس فبالنسبه له بقى مصدر دخل، فاكيد كل الباقيين هيسعوا ان هم يعملوا هذا الامر، وده اللي شفناه الحمد لله، ان احنا هذا العام ما كانش فيه اي شكل من اشكال موجات تلوث الهواء الحاده اللي كنا بنشوفها قبل كده، وبالتالي ده كله انعكس ايجابي على البيئة بتاعتنا وعلى حياة المزارعين بإذن الله. طيب ده الشق المعرفي، لكن في لسه بعض المزارعين ممكن يكونوا لسه مصممين على حرق القش، هل في قوانين رادعة دلوقتي أو عقوبات رادعة للمزارعين اللي لسه مصممين على حرق قش رز؟ يعني أعتقد فكرة الحرق ما عادتش موجودة بالشكل المؤثر يعني، ولكن في كل الأحوال احنا تنسيق مع وزارة البيئة بيبقى فيه محاضر للمخالفين اللي بيعملوا بعض المظاهر الغير إيجابية اللي ممكن تؤثر على البيئة، خصوصا احنا بنحافظ على بيئتنا وبنحافظ على تنمية مستدامة حقيقية، والحياة الدولة المصرية كانت جادة في اتخاذ إجراءات قوية لمنع أو مواجهة التغيرات المناخية، واحنا كان عندنا يعني جهود بحثية كبيرة، ويمكن مجال البحث في موضوع الأرز كان من المجالات الرائده بالنسبه للمراكز البحثيه المتخصصه، واحنا يمكن اخذنا اكثر من شهاده دوليه في استنباط اصناف جديده من الارز بتكون لها قدره انتاجيه اعلى وبتحمل الظروف بشكل افضل، فالحقيقه كل دي كانت مجالات داعمه، وفي النهايه لو في اي فلاح يعني حاول ان هو يخالف او يبوظ البيئه او يبوظ ارضه او يبوظ انتاجيته، كل ده في النهايه بينعكس عليه ب يعني عقوبات او في اجراءات الحقيقه من المحاضر وما الى ذلك، وده كله بيكون له مردود، ولكن برضه ارجع تاني اقول الفلاح المصري فلاح ذكي وفلاح واعي، ودايما بيكون حريص على نفسه والحفاظ على نفسه وعلى انتاجيته، وهو لما بيلاقي في مردود ايجابي لنشاط معين هو نفسه بيسعى ليه وبيجري بان هو يحول هذا المتبقي او هذه المتبقيات الى مصدر دخل بالنسبه. نشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، كل الشكر ليك.